السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم جريد فور؟ عاملين ايه في كل مكان؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معادنا مع مادة الاي سي تي، كنا وصلنا مع بعض لليسون 4. ان شاء الله النهاردة هناخد ليسون 5، How to use the ICT tools to communicate، ازاي بتستخدم الادوات التكنولوجية علشان تعمل communicate اتصال. بس قبل ما نبدأ الدرس بفكركم ان كنتوا تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب عندنا للقناة ليصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ جريد 4. اول حاجة بيقول لي ان انا ممكن استخدم الـ ICT tools to making video chat، علشان تكلم حد او تراسله عن طريق الفيديو chat. يعني ايه؟ يعني انت مثلا معاك صديقك، كنتوا مع بعض في المدرسة، وفجأة صديقك ده ساب البلد أو سافر مكان تاني، أنت عايز تكلم صديقك فبتكلمه فيديو تشات. فيديو تشات يعني محادثة عن طريق الفيديو. قالي to start video chat، عشان تبدأ محادثة عن طريق الفيديو، create a link and send it to the participants، الناس اللي بتاخد courses على زوم او على الابليكيشن بتاع زوم، عارفة يعني ايه ان هي تعمل لينك. وبعد ما تعمل لينك على برنامج زوم بتعمل له سند، ارسال للصديق اللي هي عايزة تكلم. او لو انت بتاخد على زوم، على برنامج زوم بتاخد كورسز، فالتيتشرز بتاعك بيعمل عنده هو اللينك وبيروح عامل لك ليه سند، سواء على الواتس او على الماسنجر، وانت بتضغط على اللينك ده فبتدخل على، لو عندك التطبيق بتاع زوم، فبتدخل تتكلم مع المدرس بتاعك عن طريق الفيديو تشات. قال لي كمان if you want to join a video chat، علشان انت تكون عايز تعمل الفيديو تشات ده، click on the link، اضغط انت بقى على اللينك and wait to be let in، وبتنتظر فترة كده من الزمن، ثانية ولا ثانيتين، لغاية ما يسمح لك الشخص اللي هو بعت لك الانفيتيشن او الدعوة دي، by the person who invited it، اللي بعت لك الدعوة. اوكي، you can answer the call، انت ممكن كمان تعمل المحادثة دي عن طريق الكول، by clicking on the phone or video icon، دي اسمها icon، ايقونة يعني رمز اللي انت ممكن تستخدمه. ده رمز الفيديو تشات، ده رمز الكاميرا، دي رمز الميكروفون، وده رمز الكول. اوكي، قال لي you can answer the call by clicking on the phone or video icon، انت ممكن تعمل اجابة على انك انت لو حد رن عليك الكول دي، ممكن تضغط على الانسرز دي او الايكونز دي فتفتح اللينك ما بينك وما بين المتحدث. make sure، تأكد ان the microphone and the camera are on، بالطريقة دي الميكروفون هنا، الكاميرا هنا مقفولة والميكروفون هنا مقفول. لما يكونوا مفتوحين البار ده أو الشرطة دي ما بتكونش موجودة، ده دليل إن الكاميرا عندك كلوز مقفولة والميكروفون كلوز مقفول، فصديقك أو التيتشرز بتاعك ما يقدرش لا يشوفك ولا يسمعك. تضغط عليها، تعمل كليك عليها، أنت كده بتفتحها. Sometimes أحيانا the persons in charge of the chat may turn off other people's microphones، لو كنت مع أكتر من واحد والشخص ده مثلا أنا كتيتشرز وعندي أكتر من students موجود عندي في الفيديو تشات، أنا ممكن أغلق عليهم، أعمل turn off لكل الكاميرز وكل الميكروفونز. ليه؟ علشان النويز أو عشان الدوشة، واسمح بس للشخص اللي أنا عايزة إيه أكلمه. You can mute، انت ممكن تعمل غلق للصوت للميكروفون or turn off the camera anytime، في اي وقت. اوكي، بيقول لك بقى في كتاب بني، خد بالك if the camera is on، لو الكاميرا بقى كانت شغالة فانت المفروض تعمل ايه؟ لازم تكون be probably dressed، يعني ايه؟ لازم تكون لابس الهدوم بتاعتك في الوضع الطبيعي، كل الناس كده شايفاك. اوكي، نمبر 2، act as if you are in a public place، اتصرف كأنك في مكان عام، ما تعتبرش نفسك انك قاعد في البيت وتاكل وتشرب قدام التيتشرز بتاعك واصدقائك. number 3،
speak when it is your turn. اتحدث بقى واتكلم لما يطلب منك صديقك او يطلب منك التيتشر بتاعك او لما يجي دورك. Number four, make sure there is nothing in the background indicating your address or any personal information you don't want to share. اتأكد ان الباك جراوند الخلفية بتاعتك اللي ورا الشخص دي اسمها الباك جراوند، الحتة دي اسمها ايه؟ الباك جراوند. اتأكد ان الباك جراوند بتاعتك او الخلفية اللي وراك not indicate مش بتحدد فيها اي حاجة، سواء الادرس بتاعك، عنوانك، او اي personal information او اي معلومات خاصة بيك. اوكي، انت مش عايز. النوع الثاني من الـ ICT tools حاجة اسمها chat room. chat room يعني غرف الدردشة. You can simply type and send your comment. في غرف الدردشة دي انت ممكن تبعت او تكتب comment تعليق وترسله. طب ايه كمان؟ You can also reply انك ترد على المسج، على اي رسالة. ايه كمان؟ Some participant may reply to your message. بعض المشاركين معاك في غرف الدردشة ممكن يرد على رسالتك. Number four, anyone who has access to chat room will be able to read your message. أي شخص ليه حق الوصول أو مشترك معاك في الشات روم ليه الحق أو يقدر يعمل يقرأ رسالتك ويرد عليها. لازم تكون be polite، لازم تكون مؤدب، وكمان helpful إيجابي. طب هيجي واحد ويسألني إيه الفرق طب يا مس ما بين الشات روم وما بين الفيديو تشات؟ هقولك الشات روم دي بتبقى غرفة specific. يعني إيه غرفة specific محددة؟ يعني غرفة مثلا بتتكلم عن مادة الساينس محددة فقط، إن أنا أتكلم فقط عن حاجة معينة. بلعب لعبة ببجي فبدخل غرفة للشات روم للعبة ببجي، تمام؟ غرفة محددة. كمان نمبر 3 للـ ICT tool الـ instant messaging أو الرسائل الفورية، أو بنختصرها بالـ IM، ودي دايما بتكون عن طريق الموبايل، مثلا تطبيق أو الابليكيشن بتاع الواتس ابليكيشن. بيقول لي click on the name of the person you want to chat، اضغط على اسم الشخص اللي انت عايز تعمل معاه الشات. نمبر 2 type your message، اكتب الرسالة بتاعتك. نمبر 3 click on the send، اضغط على رمز السند، او دايما بيكون رمز المثلث التريانجل، تمام؟ قال لي الانستنت مسجنج دي is an a fun، هي بتكون مريحة او ممكن اهزر مع صديقي، and informal وبتكون غير رسمية، بستخدمها مع اصدقائي، مع قربي، مع العيلة بتاعتي. informal way to communicate، you can use short phrases، انت ممكن تستخدم phrases عبارات او جمل صغيرة، instead of full sentence مكان الجمل الطويلة. you can use emotions، انت ممكن تستعمل emotions تعبيرات الوجه، and images والصور to communicate علشان تتواصل. but it is important to be ethical، لازم تكون عقلاني وعندك اخلاق while dealing with other، في اي مكان ما دام انت بتعمل كوميونيكيت سواء اونلاين او اوفلاين انت لازم تتحلى بالايثيكال او بالحاجه. عندنا من الاي سي تي تولز كوميونيكيشن الايميل، والايميل دي حاجه مهمه جدا، كنا زمان كلنا معتمدين على الايميل كطريقه للكوميونيكيشن. قال لي الايميل ده شكله هو ده الشكل بتاعه، بيقول لي بكتب تو يعني برسل اسم الشخص اللي انا عايز اكتب له، وبكتب السبجكت العنوان اللي أنا عايزة أبعته أو الحاجة أو الموضوع اللي أنا رايح أتكلم فيه، والعلامة دي كان اسمها attachment لو أنا عايزة أرسل فايل أو أرسل صورة. قال لي الإيميل ده it is common to use email in more formal، أكثر رسمية، يعني لما أكون مثلا عايزة أبعت للتيتشرز بتاعي، عايزة أنا شغال في شغل أو في شركة فعايزة أراسل الانستراكتور أو المدير بتاعي، فبستخدم الإيميل. اللي creating an account، أنت اعمل حساب on the Egyptian Knowledge Bank، علشان تكون عندك حساب على ال Egyptian Knowledge Bank أنت لازم يكون عندك إيميل. Number two, writing to your teachers، وبعد كده اعمل أو
اكتب للمدرس بتاعك بالطريقة دي، انت كده بتكون عندك ايميل. نمبر 2، to send an email، لو عايز ترسل رسالة لصديقك مثلا، type their email address in the to، اهو هنا في كلمة to بنكتب اسم الصديق بتاعي احمد مثلا، انا عايز ارسل لاحمد مثلا، اوكي. طبعا بكتب الايميل بتاع احمد، احمد مثلا، وده رمز الايميل at ياهو مثلا دوت كوم، ده العنوان بتاع احمد او الادرس او الايميل اللي انا عايزه ابعت له، وعايزه ابعت لاحمد ماده الاي سي تي، هكتب اي سي تي سبجكت، ده تايب زير ايميل ادرس ان تو، then provide clear information in the subject line، في عنوان او في مكان الموضوع اكتب معلومه واضحه عن الموضوع اللي انت عايز تبعته. We're writing an email, make sure to، تأكد إنه proper grammar، القواعد بتاعته صحيحة، and clear، كون مؤدب وواضح وانت بتبعت الرسالة. Use greeting and ending، استخدم التحية، قول hi، قول السلام عليكم لو انت بتكتب باللغة العربية، وكمان استخدم النهايات. If you are sending attachment، لو انت عندك attachments، attachments يعني الملحقات، زي فايلز، زي ايميل هتعمل فيه وورد كتاب مثلا، بي دي اف، ايمج عايز تبعت صوره، ميك شور ذا انفورميشن يو ار سيندينج از سيكور اند اكيوريت، لازم تتاكد ان هي سيكور امنه، وكمان لازم تتاكد ان هي دقيقه، وانت هو ده اللي انت عايز تبعته. وبكده نكون خلصنا لسوفا. تعالوا بقى ناخد الاكسرسايز. اكسرسايز نمبر 1، to start a note you must create a link and send it to the participant. Participant قلنا المشاركين معاك، علشان تعمل كده انت لازم تعمل كده لما بتكون بتعمل فيديو تشات زي مثلا برنامج زوم. Number 2، when the camera is turned off، لما الكاميرا بتكون مقفولة، during a video chat. Be probably dressed. Anyone can see you. No one can see you. طبعا مدام هي turned off مقفولة، يبقى no one، مفيش حد ايه هيقدر يشوفك. Number 3، to start a video chat، علشان تعمل video chat you must create a link، انت لازم تعمل link. Link يعني رابط حد يضغط عليه، وفي اللحظة دي هيعمل معاك او يعمل معاك access وتشوفوا بعض. Number 4، the note application is used to conduct group video chat، في عندي تطبيق يعتبر استخدم انك تعمل جروب على الفيديو تشات، هل سكاي بي ولا الايكي بي ولا الاوجمانتد ريلايتي؟ طبعا السكاي بي وزيه برنامج زوم. نمبر 5، ذا لاست ستيب، اخر خطوه، فور انستنت مسج، لو انت عايز تبعت رساله فوريه انستنت مسج، اخر خطوه انك تدوس سند، pressing the send message أو send icon. Number 6، it is common to use نقط in more formal situations. Formal يعني رسمي، طبعا الإيميل أو الإلكترونيك ميل هو اللي يعتبر في المواقف الفورمال الرسمية اللي بيستخدم. Number 7، you can write the title of your message via email in the field، أنت بتكتب التايتل عنوان المسج فين، في الفروم من ولا سبجكت ولا الاتاشمنت، طبعا بتكتبها فين، في سبجكت. نمبر 8، يو كان سند لونج تكست، انت ممكن ترسل رساله طويله اوفر ذا انترنت ثرو انتراكتيف ماب ديزاينر ولا الايميل ولا الفيديو تشات. طب anyone who has access can enter the video chat your account the chat room، اي واحد عنده الاكسس الوصول. Number 10، we must add greeting and ending when use email. Put true or false. Anyone can enter the video chat without needing permission، من غير ما في حد يديله الإذن طبعا لأ. Number 2، no one، مفيش حد in the video chat will be able to see you if your camera is turned on. لا طبعا، ما دام الكاميرا turned on يبقى كل الناس هتشوفني، يبقى الإجابة دي it's wrong. Number 3،
You can turn the microphone and the camera on or off. انت ممكن تخلي الكاميرا بتاعتك on or off، مقفولة او مفتوحة اثناء الفيديو تشات. طبعا it's right. Number 4. You cannot turn off your microphone or camera after you start the video chat. انت ما تقدرش تقفل الميكروفون والكاميرا بتاعتك بعد ما انت بدأت الفيديو تشات، لا اثناء الفيديو تشات انا اقدر اقفلهم. Number 5. In a chat room you cannot reply to message. طبعا لا I can. Number 6. Instant messages. الرسائل الفورية is a fun. هي رسائل بتكون ممتعة and formal. Way to communicate. طبعا غلط. ليه؟ هي fun صح بس هي مش formal. هي unformal. Number 7. Video chat is considered an example of synchronous communication. ليه؟ لازم يكون احنا قلنا السينكرونس والاسينكرونس. السينكرونس لما يكون حد مستني او يكتب، انا اكتب رسالة وهو يبعت لي في نفس الوقت واشوفه ويشوفني، ده اسمه ايه؟ سينكرونس. نمبر 8. We use the email. انا بستخدم الايميل to create an account on the Egyptian Knowledge Bank. عشان انا ادخل على ال Egyptian Knowledge Bank او ال AKB انا لازم يكون عندي ايميل. نمبر 9. You can write the email of the person you are sending the message to the subject field. انت ممكن تكتب